النهاردة هنبدأ نتكلم عن أورنج داتا مايننج تول. هي بتتكون من مجموعة من الويدجز زي ما احنا شايفين. أول واحدة بتكلم عن الداتا. الداتا ممكن تبقى فايل، سي اس في فايل، داتا سيتس، سيكوال داتا، داتا تيبل، داتا سامبلر، سيلكت الكولومز. وبعد كده الفيجواليزيشن، تكون من تاب تانية الخاصة بالفيجواليزيشن، فيها تري فيور، فيها بوكس بلوت، فيها فالنت بلوت، فيها ديستريبيوشن، فيها بار بلوت. طب احنا هنستخدم الحاجات اللي ليها علاقة بشغلنا، مش كل ده هنستخدمه. في عندي كمان الموديل، لو انا بتكلم عن الكلاسيكيشن مودلز هنشوفها مع بعض النهاردة. في مجموعة من التكنيكس زي ال KNN، CN rule، tree، linear regression، logistic regression، live base، neural network. وكمان عندي جزء بتاع ال evaluation اللي فيه production أو test and score، confusion matrix، rock analysis، حسب اللي احنا هنشتغل عليه. عندي جزء بتاع ال unsupervised برضو لو انا هتكلم على clustering. تمام. طيب بعد كده الاجزاء اللي بعد كده زي ال prototype، text table، networks، text mining، كل دول associative، explain، time series، كل دول مش موجودين، لكن انا بقدر ان انا اعمل لهم download عن طريق ان انا بختار options، add-ons. تمام. وهنا هيجيب لي كل الايه، كل الفيديوز اللي انا ممكن ان انا اعملها داونلود او اللي هي اوريدي داونلود عندي. لو انا مثلا عايز اختار هشتغل على الايمج اناليتكس، فاختار الايمج اناليتكس. تمام. واقول له ايه اوكي، هيبتدي يعمل لها انستليشن. لو كان هشتغل في الباي انفورماتكس برضو هعمل لها سيلكت واقول له اوكي، فهينزل لي الباكج الخاصه بيها وهكذا. تمام. انا مثلا شغلي معتمد على التكست، فعامله داونلود التكست ونزلتها. تمام. وهكذا يعني اي ويدج احنا هنستخدمها ممكن نعمل لها ايه داونلود الباكج بتاعتها من ايه اوبشنز اد اونز واختارها وانزلها معايا. طيب النهارده هنتكلم عن مجموعه من التوبكس هنبدأ بيها في أورنج. هنتكلم عن الـ Data Visualization. يبقى عندي هنا الـ Data بتاعتي، عامل لها Uploading في الفايل، وابتدي أشوف الـ Data دي هي عبارة عن إيه، وابتدي أشوف الـ Visualization ليها عن طريق أكتر من شكل الـ Visualization، Scatter Plot، Bar Plot، Distribution. كل واحد بيديني View مختلف للـ Data بتاعتي. هبتدي كمان ان انا اشتغل على الداتا دي ان انا عايزه اشوفها في شكل تري، اشوف التري بتاعتي بتتكون من ايه، طب شكل التري عامل ازاي، طب لو انا هشوف على سكاتر بلوت برضو فيجواليزيشن ليها هيبقى ازاي. هبتدي اشتغل على الكلاسيفيكيشن موديل. تمام. عشان اشتغل على الكلاسيفيكيشن موديل فهبتدي ان انا ادخله على حاجه اسمها تيست اند سكور، وادي الكلاسيفيكيشن مودلز بتاعتي. تمام. وبعد كده بعمل لها حاجة اسمها confusion matrix عشان اقدر اقيمها، اعمل لها evaluation. تمام. وهنا برضو هعمل لها visualization عن طريق scatter plot، وكمان هشوف الداتا اللي انا هعملها select في الداتا table. في عندي حاجة برضو ممكن اعمل hybrid model، classification model، عن طريق ان استخدم حاجة اسمها stacking، وابتدي select اللي اعمل max ما بين اكتر من classification model عشان نشوف هل هيدي نتيجة افضل ولا لا، يعني model هيتحسن معايا ولا لا. طيب نبدأ. طيب طبعا هقول اول حاجة file new، طيب هنشتغل على الفايل عشان ندخلها كده بس جوه. طيب هدوس دبل كليك عشان ابتدي اعمل ابلود داتا.
انا اوريدي كنت شغالة على داتا اسمها ايريس. الداتا سيتس بتاعتي موجودة فين بالظبط، مكانها فين، عشان في كذا حد سألني عليها مكانها فين. تمام، ده الباص بتاعها اهو، ده الباص بتاع الداتا بتاعتي موجود في ثانية واحدة. انا طبعا نزلت الاورنج على سي يوزرز رباب اب داتا، وبعد كده في لوكال، وبعد كده في بروجرامز، وبعد كده اورنج لاب سايت باكجز اورنج داتا سيتس. تمام، عشان بس كنتوا بتسألوني هي فين اللوكيشن بتاع الداتا سيتس اللي بتنزل مع الاورنج على البي سي وكده. تمام، يبقى ده الباص بتاعنا اللي احنا ايه هنلاقي فيه الداتا سيت بتاعتنا. طب اختار الداتا هنا اشتغل عليها اللي هي اريس. اريس دي بتتكون من اول حاجة 150 انستنس، 150 انستنس، ماشي. طيب فيها ايه كمان؟ فيها 4 فيتشرز، هنا مفيش نون ميسنج فاليو. طيب ايه، هشتغل على كلاسيفيكيشن وهم كاتيجوريال with 3 values اللي هم الاريس سويتسا والاريس فانكا والاريس ايه فيرسي كالر. تمام، مفيش ميتا، يعني مفيش ميتا اتريبيوتس خالص عندي. طيب انا هنا الفور فيتشرز عندي اللي هي سيبل لينس، سيبل ويدز، بيتا لينس، بيتا ويدز، تايب بتاع نيوميريك، هما فيتشرز. تمام، عندي بقى الاريس ده اللي هو الايه الكلاسيفيكيشن والنوع بتاعه، تايب بتاعه كاتيجرال. لازم اتاكد ان هو ايه تارجت، لازم اتاكد ان هو تارجت، ده مش فيتشر، ده التارجت بتاعي اللي هو بيكون من 3 classes اريس سيتسا و اريس فيرس كالر و اريس ايه رينكا. تمام، هدوس apply. طيب هبتدي، انا عايز اشوف بقى الداتا دي شكل الداتا تيبل، عايز اتفرج عليها شوف الداتا بتاعتي عاملة ازاي. تمام، ادي الداتا بتاعتي اهي. انا عندي هنا الكلاس اهو، اول ده اول كلاس اللي هي السيتس، وبعد كده اهو الكلاس التاني، شايفين هو مميز كل كلاس، يعني دي بس اول لون ازرق، كلاس تاني اللي هو فيرس كالر الاحمر، الكلاس التالت الاخضر عندي اللي هو برينكل. تمام، وكان كمان جايب الفور فيتشرز عندي بالفاليوز ايه بتاعتهم. تمام، طيب عايز ابتدي بقى اشوف فيجواليزيشن للديتا بتاعتي. عندي كذا حاجة، مثلا ممكن اقول اول حاجة اشوفها عن طريق الايه السكاتر بلوت. تمام، شايفين عندي هنا في حاجة اسمها سيلكتد داتا، لو انا دوست دبل كليك كده. تمام، ادي شكل السكاتر بلوت بتاعي، هنا جايب لي الاكس اكس والايه الاكس واي، ادي الاكس والواي. الاكس انا مختار ايه سيبالينس اهو، والواي اللي هو الويدز بتاعي. تمام، ممكن اغيرهم لان انا عندي فور فيتشرز، فممكن اقول له انا عايز اشوف مثلا البيتا لينس مع السيبل ويدز، او البيتا لينس مع البيتا ويدز، وهكذا. طيب هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان هو مفرق كل كلاس بكالر مختلف عن التاني. تمام، عشان اقدر ان انا ايه اشوف ال values بتاعتهم بالنسبة للاكس والواي اللي انا بختارهم، يعني بالنسبة للفيتشرز اللي انا بختارها الكلاسز بتاعتي موقعها ايه او هتبقى تصنيفها ازاي. طب مثلا واخدين بالنا في حاجات متداخلة، ايه في intersect ما بين مثلا اكتر من كلاس مع بعض، فمديني لون مختلف اللي هو مثلا لون براون هنا، فانا مديني الايه الفيتشرز بتاعتي، يعني لو اوف على اي بوينت هيديني الاكس والواي فاليو بتاعتهم ايه، وهو في اني كلاس. تمام، والفيتشرز بتاعتي الفاليوز بتاعتها ايه، بقيه الفيتشرز الفاليوز بتاعتها ايه. ده بالنسبه لاي بوينت.
انا هقف عليها، هي دي نفس الايه، نفس الكلام. طب عندي حاجه اسمها find informative projection، ده بيوضح لي ايه؟ بيوضح لي العلاقه ما بين الايه، عامل start، العلاقة ما بين الفيتشرز وبعضها، يعني ايه العلاقات القوية ما بين الفيتشرز وبعضها، من الأقوى للإيه؟ للأقل، ومن أكتر للإيه؟ للأقل. تمام، ده بالنسبة ل السكاتر ايه بلوت. ممكن أعمل select الجروب منهم مثلا أهو، حاجة أشوف جزء كده صغير أو select مين، لو عايزه اشوف الداتا دي اللي هي بتمثل لي ايه بالظبط، هقول له هنا ايه داتا تيبل، هيطلع لي الفاليوز الخاصه اللي انا ايه عملت لها سلكت. بس انا هنا عامل سلكشن تقريبا تو كلاس، جزء من تو كلاسز طبعا، اللي هو الفارسي كولر وفرينكا، فهو جايبهم لي وجايب لي الفاليوز بتاعتهم الفيتشرز بتاعتهم وكده ايه، وكم صرفهم من ده جروب 1 اهو، وده كلهم ايه، كلهم في جروب ايه 1، او مختارة كلهم في جروب واحد. طيب عندي حاجة تانية اللي هي ممكن اقول البار بلوت. هنا البار بلوت بقى بيجيب لي ايه، بيجيب لي الديستريبيوشن بتاع الايه، الديستريبيوشن الخاص بالثري كلاسز عندي، طبعا كل واحد مميز بلون مختلف عن التاني، ده الفاليوز بالنسبة للبيتا الايه، بيتا الويدز. طب لو بالنسبة يعني كل كل فيتشر بقى، يعني مثلا ادي بالنسبة للبيتا لينس اهي، الفاليوز في الايه الخاصة بكل كلاس فيها، السيبل ويدز اهو، السيبل ايه لينس. تمام، هنا كمان لو عايزة ارتبهم، تمام هنا لو في انوتيشن يعني دول مش هنستخدمه قوي، هو اهم حاجة الفيتشر اللي انا هختاره، توزيع الجروب بتاع الجروبس الخاصة بالكلاسيفيكيشن بتاعتي، تمام اللي هما 3 جروبس، هيبقى عامل ازاي بالنسبة لكل ايه، بالنسبة لكل فيتشر فيهم. طيب عندي كمان في حاجة اللي هي distribution، دي بقى بتديني حاجة مختلفة تماما، الحاجات الخاصة الرياضية، يعني هنا اهو يديني كل واحد فيهم اهو، هنا مثلا هنا الفريكوانسي بالنسبة للبيتر ويتس. طيب لو انا عايز بالنسبة للبيتر لينس، السيبال ويتس، الايه السيبال لينس، بالنسبة للايه الاريس نفسها كلها. تمام، طيب عندي مديني الالفا والايه واللوك بتاعتها. تمام، طيب ممكن ان انا دي الاكسبلانيشن. طيب ممكن ان انا اختار حاجة تانية، عايز اشوف بالنسبة للبيتا، للجاما، وهكذا. ده بالنسبة للبيتا، برضو كل فيتشر مختلف عن التاني في الباي في الفاليوز بتاعه. طب لو عايز اشوف الجاما، تمام يعني انا بشوف الايه الايكويشن اللي انا عايزها، تمام، وابتدي ان انا ايه اختار الديستريبيوشن ايه الخاص ايه بيها، اشوف البروبرتيز بتاعتي اهو. تمام، احنا كده شفنا اكتر من ايه، من فيو للايه الفيجواليزيشن بالنسبه للديتا. طيب ممكن كمان انا عايزه اشوف مثلا الداتا دي في الشكل التري، عايز اشوف بالنسبة لي الفيتشرز الفور فيتشرز، لو انا هقسمهم بقى بشكل تري عشان اشوف التري بتاعتي هتبدأ منين، من انهي فيتشر وتنتهي فين، وتصنيف التري جروبس بالنسبة للفيتشرز دي. هبتدي اختار حاجة اسمها تري، طيب هنا عندي ممكن اسمي التري دي. تمام، طيب بيقول لي ان التري بتاعتي دي هتبقى باينري تري، اوكي، مينيمم نمبر اوف انستنس ان ليفز، اقل حاجه عدد الليفز هيبقى 2، طبعا اقل حاجه بالنسبه لاي تري هتبقى 2 ليفز،
طيب بيقولي دوت سبلت سابس سمولر زين 5، ما ينفعش ان انا اقسم اقل من ايه من 5. تمام، لمز ماكسيمم 3 ديبس، ده هنا الديبس بتاع الايه التري بتاعتي 100. طبعا هو 100 ده كتير، طبعا لو انا بتكلم في فيتشرز كتير جدا، لكن الفيتشرز بتاعتي هنا قليل، حوالي 4 ايه 4 فيتشرز بس. طيب هبتدي اقول له انا عايز اشوف في شكل الديتا التري فيور، التري فيور بتاعي اهو. هنا جايب لي ايه؟ جايب لي اول حاجة، اول كلاس فيهم انا عندي السيتسا وعندي فارسيكال وعندي فرانكا التلاتة. تمام، جايب لي اول حاجة العدد الانستنس كلها حوالي 150 انستنس زي ما قلنا في الاول، وجايب لي اول كلاس فيهم اللي هو الاريس سيتسا العدد الانستنس فيه 50 من 150، فبالتالي النسبة بتاعته 33%. اوكي، ده اول حاجة جايبها خالص، اول حاجة جايبها لي في التري ان هو جايب لي الاريستاتسا نسبتها قد ايه من الايه من ال انستنس كلها. تمام، طب ليه بدأ بيها؟ بدأ بيها لان هو على طول هنا اول ما هبدأ خلاص هو في حاجة معينة هو حددها، عن طريق هبتدي احدد الايه الكلاس ده هيبقى ارس ايه سيتسا، وبعد كده هبتدي اكمل بقية التري بتاعتي. فهنا بيقول لي ايه، هيمسك اول حاجة، يمسك اول فيتشر فيهم البيتا لينس، بيقول لي لو البيتا لينس بتاعي اقل من او يساوي 1.9، فبالتالي انا هارد 100% هيبقى في الاريس ايه، هيبقى الكلاس بتاعي ده اريس ايه سيتسا. تمام، وخمسين على خمسين على خمسين دي اللي هي ايه، هيبقوا 50 كلهم متصنفين ان هما 100% ارس ايه ستة، ده لو البيتا لينس بتاعي اقل من او ايه او يساوي 1.9. طب لو اكبر من 1.9 1.9 يبقى كده دخلت في الايه في الكلاس التاني، احتمال في الكلاس التاني اللي هو الايه الفيرسيكالر. طب الفيرس كولر ده احنا كده خلاص، احنا كده هنا كنا 150 انستنس، 50 منهم كانوا الايه الارس 8 6، فبقوا 100 خلاص، بقينا بنتعامل مع 100 ايه 100 انستنس. فبيقول لي ال 100 دول 50 منهم اللي هم يعتبر 50% ده ايه فيرس كولر. طيب فابتدي امسك الفيتشر التاني اللي هو البيتال ويدز، ويقول لي البيتال ويدز عندي لو هو اكبر من 1.7 1.7 فهنا الكلاس ده هيتصنف ان هو على طول هنا ايه فرانكا. تمام، طيب وكم واحدة تصنف ان هي فرانكا؟ 45 من ايه من 46 ايه واحدة، يعني بنسبة 97.8%. طيب لو هي بقى اقل من او يساوي 1.7، تمام، اللي هم نسبتهم كام؟ اللي هم 49 من 54، نسبة 97.7%، يبقى احنا كده في الكلاس بتاع فيرسي كولر. اوكي، طيب بعد كده هنبتدي نمسك الفيتشر اللي بعده اللي هو البيتر لينس. طب البيتر لينس هنا عندي، فبيقول لي البيتر لينس ده لو اقل من او يساوي 4.9 يبقى انا هنا بنسبة 97.9% اللي هو 47 من 48، هيبقى انا في الفيرسي كولر. طب لو اكبر من 4.9 يبقى انا كده في ايه في الفرانكا. هبتدي امسك إيه عندي اخر فيتشر عندي اللي هو البيتال ويدز، فبيقول البيتال ويدز هنا لو هيبقى اقل من او يساوي 1.5 هيبقى انا عندي هنا، يبقى انا هنا في الكلاس بتاع الفرانكا. لو اكبر من 1.5 يبقى انا في الكلاس بتاع الفيرسي ايه فيرتيكال. تمام، يبقى انا بمسك الايه اول واحده كده، بمسك اول كلاس اللي هو الارس 6، وامسك اول فيتشر خالص عند البيتا لينس، بتنسى لو اقل من او 1.9 يبقى انا هنا في الارس 6، لو اكبر هيبقى انا هنا، لو اكبر من 1.9
يبقى انا هنا بفرسي كولر وابتدي اخد الكلاس التاني اللي هو البيتال سوري الفيتشر التاني اللي هو البيتال ويدز. لو البيتال ويدز عندي اكبر من 1.7 فانا في الايه في الفرانكا. طب لو انا لو هو اقل من او يساوي 1.7 يبقى انا هنا في الفرسي كولر. طب بعد كده هبتدي امسك الفيتشر اللي بعده اللي هو البيتال لينس. البيتال لينس بتاعي لو اقل من او يساوي 4.9 يبقى انا في الايه فيرسي كولر. طيب لو انا لو هو اكبر من 4.9 هيبقى انا في الايه في الارز ايه فرانكا. تمام. وبعدين هيبتدي يمسك اخر فيتشر عندي اللي هو البيتال ويدز. بيقول لي البيتال ويدز عندي هنا لو هو اقل من او يساوي 1.5 يبقى انا في الفرانكا، لو اكبر يبقى انا في الفيرسي ايه كولر. تمام. طيب لو انا جيت هنا لو انا عايز اختار بقى يعني كلاس معين، انا عندي هنا ايه مثلا عايز الايه السيتسا، فجاب لي ايه اهو جاب لي اللي هو السيتسا على طول اللي هو هيبقى ايه 1.9 يبقى انا هنا ايه في الايه سيتسا. طب لو عايز الفيرسي كولر تمام جاب لي اللي هو الاحمر ده، انا هنا ده عندي فيرسي كولر وده عندي ايه فيرسي كولر. بص جاب لي الباس بتاعي اهو نمشي فيه بلون مختلف اهو. انا هنا بيتا لينس اكبر من 1.9 وبيتا ويتس اقل من او يساوي 1.7 و البيتا لينس اقل من او يساوي 4.9 يبقى انا كده في الايه ريفرس كولر. تمام. طيب وهنا لو انا البيتا لينس اكبر من 1.9 البيتا ويتس اقل من او يساوي 1.7 والبيتا لينس اكبر من 4.9 والبيتا ويدث اكبر من 1.5 انا في الفيرسي اي كولر. نسينا قريناها. طب الفرانكا بقى، الفرانكا بيقول لي لو البيتا لينس اكبر من 1.9 والبيتا ويدث اكبر من 1.7 يبقى انا في الايه في الفرانكا. تمام. طيب وايه كمان بيقول لو البيتا لينس اكبر من 1.9 والبيتا ويدث اقل من او يساوي 1.7 والبيتا لينس اكبر من 4.9 اوكي والبيتا ويدث اصغر من او يساوي 1.5 يبقى انا هنا في الايه الفرانكا. تمام. خلاص عرفنا نطبع الباص ازاي. هنا نون بقى جايب لي ايه جايب لي الشجرة كلها. طب لو انا مثلا جيت قلت لك انا عايزه التري دي لحد مثلا ليفل 4، يبقى ليفل 4 يبقى هقف هنا. انا طبعا هو اول نود عندي دي نود دي نود دي نود دي نود دي نود دي نود وهكذا. طب الليفل دي اول نود دي تبقى ليفل 1 كده، ده ليفل 2 ده ليفل 3 ده ليفل 4 ده ليفل 5. تمام. انا ممكن مثلا اقف اقول انا عايزه الشجره دي لحد ليفل 4 بس بقى انا هقف هنا مش هيجيب لي التصنيف الاخير ده. تمام. طيب هنا ادي الليفلز اهي، انا مثلا ليفل 2 جاب لي اول 2 ليفلز بس، ادي ليفل 3 جاب لي الثلاثه جاب لي اول 3 ليفلز وهكذا. ليفل 6 مثلا 1 2 3 4 5 انا اوريدي عندي اقصاها هنا الشجرة عندي خلصت في الفايف، فخلاص حتى لو قلت له 9 يبقى اهو مش هيجيب لي اكتر من كده لان هو خلاص خلص ايه التري بتاعته هنا. طيب هنا بيقول لي ان اللي هي التري دي بتكون من 9 نودز فعلا. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تمام. لو انا مثلا جيت انا عايز اشوف بقى ايه الداتا اللي في الارث إيه من اول الارث ان انا عندي البيتا لينس اكبر من 1.9 لحد ان انا وبعد كده عندي البيتا ويدث اقل من او يساوي 1.7 وبعد كده البيتا لينس اصغر من او يساوي 4.9 فطلع لي في الاخر اللي هو ايه ار اس اي
فارسي كولر، عايز اشوف الديتا الخاصة دي. هاجي هنا هقول له اشوف الداتا تيبل بقى بتاعتها، اشوف الداتا سيتس. فجاب لي الجزء اللي انا ايه عملت له سيلكت. تمام، وكذا. انا هنا اقدر اختار مثلا عايز اشوف الريسيتسا، وعايز اشوف الديتا بتاعت الفارسي كالر هنا، وهنا الفرنكا. عايز اشوف الديتا تيبل اللي هي الفاليوز بتاعتهم ايه. مختار هنا 3 مختلفين، فجاب لي الفاليوز بتاعتهم. يبقى احنا كده خدنا اول حاجة النهاردة معانا اللي هي الايه الفيجواليزيشن، عن طريق ان انا اول حاجة استعرضت الداتا تيبل بتاعي، الداتا بشكل تيبل. بعد كده استخدمت كذا فيجواليزيشن تكنيك زي السكاتر بلوت وبار بلوت والديستريبيوشن، وبعد كده استخدمت فيو تاني مختلف خالص اللي هو التري. حددت الليفلز بتاعتي قد ايه، الديبس بتاعتي، شفت التري وقريتها وفهمتها كويس، وكمان وعملت سيلكت كمان لبعض الاجزاء منها عشان اشوف الداتا تيبل اللي انا اخترتها دي او البيانات اللي اخترتها دي شكل ايه داتا تيبل. دلوقتي هنتنقل على الجزء التاني الخاص بالايه بالكلاسيفيكيشن تكنيكس.